البداية إذن من التطورات في الأراضي الفلسطينية، ففي وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مشاورات مغلقة لبحث الوضع في القدس، يبدو الإصرار الإسرائيلي ممثلا في قوات الاحتلال والمستوطنين واضحا في مواصلة استفزازهم للمصلين في المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف. ولليوم الثالث على التوالي اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات الأقصى في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل تحت حراسة وغطاء من شرطة الاحتلال، وتصدت مجموعة من المرابطين داخل المسجد القبلي لمنع اقتحامه عبر الدق على الأبواب والنوافذ في محاولة لإرباك وإزعاج المستوطنين وجنود الاحتلال المنتشرين داخل باحات المسجد الأقصى المبارك. هذا وتعهدت حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر رئيسها إسماعيل هنية بإفشال أي مخطط للتقسيم الزمني والمكاني للأقصى. وشهد الضفة الغربية مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلفت أكثر من 30 جريحا في صفوف المحتجين. لمناقشة المشهد الفلسطيني بكل تطوراته أرحب بضيفي هنا في الاستديو السيد محمد عايش الكاتب والإعلامي، وأرحب بضيفي من قطاع غزة الدكتور سليمان أبو ستة الكاتب والباحث الفلسطيني. أهلا بكما ضيفين على هذه الحلقة. أبدأ معك سيد محمد عايش، بداية لماذا كل هذه الاستفزازات التي وصلت لأقصى درجاتها بشكل واضح باقتحامات المستوطنين بتأمين من الشرطة لأداء طقوسهم التلمودية؟ يعني لأن إسرائيل أصبحت تستخف بالفلسطينيين وتستخف بالعرب، بل اتفاقات التطبيع العربية مع إسرائيل شجعت الإسرائيليين على أن يستمروا في عمليات التهويد التي تستهدف مدينة القدس وعمليات تغيير معالم هذه المدينة. هذا التصعيد ليس مرتبطا بالأيام الأخيرة أو بشهر رمضان، هذا مرتبط بسنوات، يعني منذ عدة سنوات، وإسرائيل لديها مشروع من أجل يعني تسريع عمليات التهويد التي تستهدف مدينة القدس. وما يدل على ذلك أنه خلال عام 2020 عندما كان العالم منشغلا بإغلاقات كورونا كانت إسرائيل منشغلة بعملية تهويد في مدينة القدس، وتبين بأنه 45 أو تبين بأنه هناك ارتفاع في عمليات هدم المنازل في مدينة القدس بنسبة 45%، وتبين بأنه 30% من عمليات الهدم المنازل الفلسطينيين في كل الأراضي المحتلة كانت تتم في مدينة القدس. إذن إسرائيل لديها مشروع لاستهداف هذه المدينة ابتداء بالسكان وليس انتهاء بالمسجد الأقصى. الآن هذه الاعتداءات الاستيطانية تستهدف تغيير الواقع في مدينة في المسجد الأقصى أو في الحرم القدسي الشريف، وتثبيت السماح للإسرائيليين بدخول هذا الحرم متى ما شاءوا، بل اقتسام هذا الحرم مكانيا وزمانيا مع الفلسطينيين. وهذا ما يؤجج في الحقيقة الصراع في كل مرة. دكتور سليمان من قطاع غزة، يعني بعد قصف إسرائيل لمواقع في قطاع غزة، هل يمكن أن تدخل غزة على خط المواجهة الآن؟ دكتور سليمان تمثل اليوم تفضل. نعم أنا أسمعكم تفضل. تسمعوني؟ نعم تفضل. نعم، كنت أقول أن العدوان الصهيوني الذي حدث الليلة الفائتة في قطاع غزة ربما يؤشر إلى عكس هذا الكلام، يؤشر إلى أن الاحتلال الصهيوني لا يرغب في تصعيد الأوضاع في قطاع غزة، وأن الأمور ربما لن تشهد خلال الفترة القادمة تصعيدا كبيرا ما لم يعني يتطور العدوان الصهيوني بحق المسجد الأقصى وبحق أهله في مدينة القدس المحتلة. ما أريد أن أشير إليه هنا أن صحيح أن لدى الاحتلال الصهيوني مخطط كبير لتهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى، لكن ما شهدناه خلال الأيام الفائتة أو الأسابيع الفائتة من تصاعد لأعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي مدينة القدس وفي داخل المسجد الأقصى هو ما يربك الاحتلال الصهيوني ويعيق مخططاته تجاه المسجد الأقصى وتجاه مدينة القدس
المستوطنون الصهاينة يشعرون بإحباط كبير مما يجري في داخل المسجد الأقصى. كان هنالك مخطط لذبح القرابين، وكان هنالك مخطط لأن تكون الاقتحامات أكثر صعوبة مما حدث فعليا، لكن تواجد المرابطين في المسجد الأقصى المبارك وقدوم الفلسطينيين للرباط فيه هو ما أربك بالحسابات. واليوم نحن نشهد، صحيح أن هنالك مئات المستوطنين يوميا يقتحمون المسجد الأقصى، الأعداد تتراوح ما بين 700 إلى 800 مستوطن، لكنها اقتحامات سريعة، وقد نجح المرابطون في داخل المسجد الأقصى في ابتكار أدوات جديدة يربك من خلالها اقتحامات المستوطنين، مثل الرباط الصوتي ومثل إعاقة طرق الاقتحامات بالحجارة وبالردم وما إلى ذلك. وبالتالي أنا أتصور أن هنالك رغبة حقيقية صهيونية في تغيير الواقع في المسجد الأقصى، لكن تحفز الفلسطيني والوجود الفلسطيني في داخل المسجد الأقصى هو ما يربك هذا، وقلق الاحتلال من احتمال تصاعد الأمور إلى مشاركة جبهات أخرى. طيب برأيك دكتور سليمان، يعني ما هي الرؤية التي تطرحها الفصائل أو التي ستلجأ إليها في حال استمرت هذه الاستفزازات الإسرائيلية خلال الأيام القادمة؟ يعني أنت رأيت المشهد في الحرم الإبراهيمي الشريف، ورأيت الاستفزازات أيضا في المسجد الأقصى. الفصائل بشكل أو بآخر هل سترى من نفسها مضطرة لشيء قادم؟ بالتأكيد الفلسطينيون لا يمكن أن يسمحوا بالمسار للمسجد الأقصى كما حدث في سيف القدس في العام الفائت 2021، ولكن الفصائل ربما لديها أدوات ضغط مختلفة يمكن أن تمارسها بحق العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى. قد يكون بين هذه الأدوات التصعيد العسكري الذي قد يكون محدودا وقد يكون واسعا ويتجه باتجاه مواجهة شاملة، لكن أنا تقديري أن الفصائل الآن تتيح الفرصة وتتيح المجال لتصاعد الفعل المقاوم في الضفة الغربية. نحن نتحدث عن مئات نقاط الاشتباك التي يتم من خلالها مواجهة الاحتلال في مناطق مختلفة في مدينة الضفة الغربية. الفصائل حريصة وضمن رؤيتها أن تكون الضفة الغربية حاضرة في الصراع مع الاحتلال الصهيوني، باعتبار أنها الجبهة الأكثر تأثيرا على هذا العدو. شكرا جزيلا لك دكتور سليمان أبو ستة، الكاتب والباحث الفلسطيني من قطاع غزة. نتابع التقرير التالي حول آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، ثم نعود لفتح النقاش مع في الاستديو. لليوم الثالث على التوالي تستمر حملة الاقتحامات التي تنفذها الجماعات المتطرفة الصهيونية للمسجد الأقصى المبارك، ويستمر التصدي الفلسطيني لها بالرباط والصمود والتحدي. وكان قبل أيام التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بعدد من السفراء العرب بحفل إفطار رمضاني أقامه في مقر إقامته في القدس المحتلة، وزعم هرتسوغ أمام ضيوفه أن دولة الاحتلال معنية بالحفاظ على الوضع الراهن في القدس المحتلة، إلا أن دعوات السلام والمحبة المزعومة التي أطلقت على مائدة الإفطار لم تمنع قوات الاحتلال من اقتحام الأقصى والتنكيل بالمرابطين واعتقال المئات منهم، بل إن هذا اللقاء والذي عقد قبيل بدء حملة الاقتحامات رآه الفلسطينيون شراكة في الجريمة وضوءا أخضرا للتصرفات الإسرائيلية. ومع أن عددا من الدول العربية والدولية منها الإمارات ومصر والأردن والمغرب والجزائر والجامعة العربية عبرت عن قلقها إزاء التطورات في المسجد الأقصى ودعت إلى ضبط النفس ومنع تكرار الاعتداءات، إلا أن هذه الدعوات لم تلقى آذانا صاغية لدى الاحتلال. اللافت في الموقف العربي كان الموقف المصري، حيث ذكرت مصادر عبرية أن محمود السيسي مسؤول ملف الاتصالات بالمخابرات العامة مع إسرائيل في الحكومة المصرية أجرى مباحثات وصفت بالقاسية مع حركة حماس في غزة لحثها على التهدئة. ونقلت تلك المصادر عن الجانب المصري أنه هدد حماس في حال لم تهدأ الأوضاع في الضفة والقدس فإن أعمال إعادة الإعمار ستتوقف. والسؤال الذي يدور هنا، هل يحرج العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني واعتدائه الهمجي على القدس وسعيه للسيطرة على المكان الأكثر قدسية بعد مكة لدى المسلمين الدول العربية المطبعة؟ وما موقف هذه الحكومات أمام شعوبها بعد أن تذرعت بمصلحة الفلسطينيين عندما عقدت اتفاقيات السلام مع الإسرائيليين؟ وهل سيسهم الإجرام الإسرائيلي المتزايد والمستمر منذ 7 عقود في تسفيه مبررات المطبعين وتنكيس أعلامهم، أم ليس بعد الكفر ذنب؟ نعم، يعني سيد محمد عايش، ما حقيقة الحديث عن هذه الضغوطات المصرية التي جاءت على حركة حماس من أجل التهدئة مقابل الإعمار؟
يعني هذه كشفتها الصحافة العبرية قبل أيام أو يعني من يومين فقط كشفتها الصحافة العبرية، و يعني ربما يكون عدم إعلان حماس لتفاصيل هذه الضغوط له علاقة بمحاولة الحركة أنه تبقي على علاقة جيدة مع النظام في مصر، لكن الجميع يعلم بأنه سواء هذه المعلومة تحديدا صحت أم لا، إلا أنه الموقف المصري خلال عام كامل من الوساطة، إحنا من اليوم صار سنة لمعركة سيف القدس، خلال هذا العام من الوساطة الموقف المصري يعني حاول مرارا بين الحين والآخر أنه يضغط على حركة حماس حتى تقدم تنازلات، وحتى أصلا كان وسيط في وقف إطلاق النار بشكل أو بآخر، وقدم ضمانات، كان وفد أمني إذا بتتذكري كان في وفد أمني مصري ذهب لقطاع غزة عند وقف إطلاق النار وقدم ضمانات، وبعد ذلك لم نجد شيء أو لم يجد الفلسطينيون شيئا قد تحقق، بمعنى أنه هو يمارس ضغوط بين الحين والآخر من قبل النظام في مصر على حركة حماس وعلى قطاع غزة. ومن أهم هذه الضغوط استمرار إغلاق معبر رفح واستمرار التحكم بالمعبر إغلاقه بين الحين والآخر وغير ذلك. أنا في تقديري أنه إحنا أحد مشاكل القضية الفلسطينية هو الارتهان للأنظمة العربية. طبعا غزة محاصرة بين إسرائيل ومصر ولا يوجد مناص من وجود علاقة مع النظام في مصر، وأيضا محاصرة بسبب الانقسام. فيعني لو انتهى الانقسام بيتم التخفيف الضغط على غزة ويتم التخفيف الضغط على الفلسطينيين، وايضا احنا بحاجه لمشروع حتى نتحرر من الارتهان للقرار العربي، لانه الدول العربيه بكل اسف النظام الرسمي العربي يعني لم يكن مفيدا كثيرا في صلب ما تتحدث عنه سيد محمد عايش. يجتمع مجلس الامن لبحث التصعيد في القدس وفي الضفه الغربيه وفي ظل فقدان الفلسطينيين لهذه الحاضنه العربية الرسمية لهم، من يدعم الفلسطينيين؟ أنا لم أعد متفائلا جدا بأنه ممكن أنه يتم اتخاذ أو يصدر قرار دولي أو عربي أو موقف، لا على مستوى فردي من دولة معينة أو على مستوى يعني منظمة دولية، لسنا متفائلين كثيرا، لكن المهم في مثل هذه الاجتماعات ومهم في مثل هذا الحراك إنه الإسرائيل أصبحت مفضوحة على المستوى الدولي. يعني حتى بالمناسبة حتى في بعد معركة سيف القدس الماضية العام الماضي أصبح في هناك قضايا مرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين. أيضا الرأي العام العالمي يتغير، بمعنى أنه في الجيد في هذا الحراك حتى لو لم ينتج عنه شيء، يعني أنا زي ما بحكي لك لسنا متفائلين بأنه ممكن أنه يخرج شيء عن الأمم المتحدة أو حتى عن أي منظمة دولية أخرى، لكن في نفس الوقت مثل هذا الحراك يدل على أنه إسرائيل لم تعد كما كانت في السابق، أكاذيبها لم تعد تنطلي على العالم، العالم أصبح يدرك بأنه إسرائيل تنتهك القانون الدولي وإسرائيل ترتكب جرائم حرب وإسرائيل تعتدي الآن على المسجد الأقصى وهو مدرج على قوائم التراث العالمي وهو مكان محمي كمكان إنساني وهو أحد بيوت العبادة أحد الأماكن الأثرية، وبالتالي إحنا أمام فضيحة إسرائيلية على رؤوس الأشهاد، العالم كله أصبح يدرك بأنه إسرائيل هي التي تمارس الاعتداء. أيضا هذه صور الجنود، هذا جيش مدجج بالسلاح يدخل على مصلين مدنيين عزل ليس مع أحدهم ولا أي آلة حادة ولا أي نوع من أنواع السلاح، وبالتالي هذه لا يمكن الرواية، ما تقوم به إسرائيل لا يمكن تسويقه اليوم في العالم، وما يحدث الآن من حراك عالمي هو تعبير عن انكشاف أو افتضاح أمر الكذب الإسرائيلي والتدليس الإسرائيلي. وفي المقابل أيضا إسرائيل تعمل في الميدان، يعني تعمل وفق استراتيجية واضحة، إلى أي مدى شئنا أم أبينا إسرائيل نجحت بترسيخ فكرة التقسيم الزماني والمكاني؟ يعني الآن المستوطنون يدخلون تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي يؤدون الصلوات وهو في إطار هذا التقسيم. شوفي أنا أحكي لك، طول ما أنه إحنا بنشوف الجيش
الإسرائيلي يدخل إلى المسجد الأقصى، إذن إسرائيل لم تنجح في تهويد هذا المكان. إسرائيل المشروع الصهيوني لم ينجح لأنه هذا يدخل بحماية السلاح، هذا المستوطن الإسرائيلي يدخل بحماية السلاح. إذن هو يعلم، هو المستوطن هو يعلم أول العارفين بأنه محتل وأنه ليس صاحب هذا المكان، وإنما دخل بقوة هذا السلاح، وعندما تزول قوة هذا السلاح سوف يختفي. أما هؤلاء أصحاب الأرض ليس معهم سلاح، بمعنى أنه إحنا إسرائيل تحاول أن تفرض واقع جديد، هذا صحيح، تحاول تهويد المدينة، هذا صحيح، تحاول طرد سكانها وتقوم بتشريد. بالمناسبة هناك ارتفاع حسب دائرة الإحصاء الفلسطينية، زاد عدد المشردين الفلسطينيين بنسبة 28% خلال العام 2021، بمعنى أن إسرائيل نجحت نعم في تهويد وفي تشريد وفي إحلال ناس مكان ناس، هذا صحيح، لكن هل نجح المشروع الإسرائيلي في نهاية المطاف؟ أنا بقول لا، لم ينجح، لأنه ملامح هذا المشروع يتراجع. إسرائيل لم تنجح في عزل فلسطينيين 48 عن المسجد الأقصى، لم تنجح في عزل الفلسطينيين حتى في الضفة الغربية عن المسجد الأقصى، تضع القيود ويقفوا بساعات طويلة تحت حر الشمس في يوم رمضاني حار وساخن، يقف ساعات طويلة على الحاجز الإسرائيلي من أجل أن يصلوا إلى المسجد الأقصى ويصلوا. طول ما إنه هذه المشاهد موجودة في مدينة القدس، فهذه المدينة ستظل مدينة عربية وستظل مدينة فلسطينية، ولن ينجح هذا الاحتلال في تغييرها. برأيك هل إسرائيل معنية بأي جولة تصعيد مع قطاع غزة؟ لا، أنا لا أتوقع، أنا أتفق مع الأستاذ من قطاع غزة بأنه بأن إسرائيل ليست ما يعني أو لن تحاول الدخول في حرب جديدة مع قطاع غزة، لأن الحرب الماضية تجربة سيف القدس كانت وضعت يعني معايير جديدة في التعامل بين الفلسطينيين وبين الاحتلال. في العام الماضي كان يدرك الإسرائيلي بأنه أو كان يظن الإسرائيلي بأن غزة لا يمكن أن تدخل على خط مواجهة مركزه القدس، لأن القدس هذه في الضفة الغربية، أو حتى القدس تم عزلها عن الضفة الغربية، بمعنى أن القدس كانت معزولة، أو كان يظن الإسرائيلي بأنها معزولة عن الضفة وعن غزة وعن 48، وبالتالي هي مدينة يمكن الاستفراد بها. هذا لم يحدث. في ما حدث العام الماضي أنه كان هناك هبة من فلسطيني 48، وكان هناك هبة في الضفة الغربية كادت أن تشعل انتفاضة، لولا أن فصائل المقاومة، أنا بالنسبة لي ألوم فصائل المقاومة أنها لم يعني تقتنص فرصة الضفة الغربية العام الماضي. وما حدث في قطاع غزة أنها دخلت في حرب مفتوحة وحرب شاملة مع الإسرائيليين. أنا في تقديري أنه إسرائيل الآن لا يمكن أن تعيد الكرة بعد أن وضعت قواعد جديدة للصراع بين الاحتلال وبين الفلسطينيين في معركة سيف القدس الماضية. الحرب الأخيرة التي حدثت في 2021 كانت حربا يعني بالمنظور الاستراتيجي حرب مهمة، ولها يعني أبعاد إضافية ولها نتائج سياسية مهمة. أهمها أنه إسرائيل أصبحت تحسب حساب لأي اعتداء يمكن أن تقوم به على المسجد الأقصى أو على القدس، وهذا طبعا ما إلى حد كبير ما نجده الآن يتم تحدث اعتداءات، لكنها بوتيرة ودرجة أقل من الاعتداء الذي حدث العام الماضي. وأيضا يوم أمس تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة، وفي السابق كان الرد الإسرائيلي أقوى. الطبيعي أقوى بكثير من الرد، لكن الرد يوم أمس كان قصف موقع واحد لحركة حماس، وهذا بيدل أنه إسرائيل أو المستوى السياسي داخل غير إسرائيل معني. لديه قرار بأنه هو لا يريد أن يدخل في حرب مفتوحة مع غزة. شكرا جزيلا لك سيد محمد عايش الكاتب والإعلامي على هذه المشاركة.